أهلا بكم في شير، البرنامج الذي نطوف من خلاله على أبرز حملات مواقع التواصل الاجتماعي، نرصد التفاعلات، نجمعها ونناقشها. إلى العناوين: تزامنا مع الذكرى السابعة لانطلاق عاصفة الحزم، الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية في جدة. سنعمل جاهدين في جبهات القتال. اغتيال اللواء الركن ثابت جواس، إطلالة على سيرته وأبرز مواقفه. رغم قبضة الانتقالي الأمنية، سقطريون يقفون في وجه العبث بالجزيرة. أهلا بكم. يشفق العالم اليوم على السعودية عندما توفرت لها القدرة على إنهاء انقلاب الحوثيين، لم تكن الإرادة قد توفرت، وعندما توفرت الإرادة لم تعد القدرة على ما يبدو متوفرة. لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، سنعمل لتكون عندهم في إيران، قالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد عامين من انطلاق عاصفة الحزم. مرت إلى اليوم على العاصفة 7 سنوات بالتمام والكمال. بعض التقارير تقول انه يعني يمكن ان المعلومات الاستخباراتيه ما هي فعاله عند التحالف، بدليل ان الحوثي وصالح لا زالوا عندهم اسلحه، مخزون اسلحه. نستطيع ان نجتث الحوثي وصالح في ايام قليله، نستطيع ان نحشد القوات البريه السعوديه فقط لوحدها، وفي فقط في ايام قليله نجتث كل المناطق او 15% الباقيه تحت سيطره الحوثي وعلي عبد الله صالح، لكن هذا بيكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالالاف. بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية، بيكون النتيجة الثانية ضحايا مدنية يمنية بشكل عالي جدا وخسائر كبيرة. الوقت من صالحنا، النفس الطويل من صالحنا. نحن إحنا لدينا الإمداد، لدينا كل اللوجيستكس المطلوبة، لدينا المعنوية العالية. العدو ليس لديه إمداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لدينا. في الوقت من صالحنا، فنستغل الوقت من صالحنا لصالحنا. أصر ولي العهد السعودي قبل أعوام التحالف قادر على اجتثاث ميليشيا الحوثي في أيام قليلة. أصبحت الأيام القليلة 7 سنوات، وبدلا من نقل المعركة إلى إيران وصلت الصواريخ والمسيرات إلى العمق السعودي. استهدفنا العمق السعودي، عبارة يستخدمها الحوثيون بغزارة لرفع معنويات أنصارهم من ناحية والسخرية من قدرات الرياض من ناحية أخرى. الدكتور عبد الله النفيسي عن عاصفة الحزم. الحملة الجوية هي بداية جيدة وبداية كانت مطلوبة، ولكن الحملة الجوية لا تستطيع أن تستمر لفترة طويلة، ومن هنا منذ أول يوم من الحملة أنا قلت يجب أن نستعد من الآن للمرحلة البرية التي تبحث عن الأنصار داخل اليمن وتزودهم بالكاش والكلاش. هذا هو الذي يحل موضوع اليمن، الكاش والتمويل لكل العناصر داخل اليمن المستعدة لهزيمة إيران داخل اليمن وطوابير إيران داخل اليمن، والكلاش التسليح. رفض الحوثيون دعوة للمشاركة في مشاورات يمنية في الرياض، وبينما كان المشاركون من غيرهم قد بدأوا في الوصول إلى العاصمة السعودية، كانوا هم قد قرروا إرسال ممثليهم على هيئة صواريخ وطائرات مسيرة. تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض بعضها، ووصل الآخر إلى نقاط الضعف. عمل عدائي حد تعبير التحالف أصاب منشأة نفطية لأرامكو في مدينة جدة، خلف العمل العدائي هذا الحريق.
يهدد الحوثيون بمزيد من الضربات. يقول المتحدث باسمهم إن لديهم بنك أهداف قد تستهدف في أي لحظة. يرد التحالف على التهديد: نمارس ضبطا نفسي لإنجاح المشاورات ونحذر من نفاذ الصبر. نفد الصبر، ضربات جوية على صنعاء والحديدة ضد ما اعتبره التحالف مصادر تهديد. التغريدات كثيرة. تقول الزهراء: لا مصلحة لليمن من استهداف المنشآت السعودية، خصوصا في مثل هذه المرحلة التي تحاول السعودية مع دول مجلس التعاون الخروج من مأزق حرب اليمن. المستفيد الحقيقي من الهجمات هي إيران وروسيا لتعطيل منشآت النفط لإضعاف الإمداد العالمي، وهذا يؤكد أن جميع هؤلاء أدوات رخيصة للخارج. ونقرأ على بلدنا السلام، يقول مهنا: القصف الإيراني لجدة يعتبره قصفا إيرانيا، رسالة رد عنيف لدعوات الحوار. وانفجار مصفاة أرامكو في أحياء المدنيين يهدد بكارثة لا تقلل من دم ضحايا اليمن من قصف التحالف ولا قصف الحوثي لمواطنيه. عمر يقول: تحشد الرياض المؤلفة قلوبهم والعاملين في دوائرها لجلسة حوار في أراضيها، وفي ذات الوقت واصل الحوثي استهداف المدن السعودية، وكأن الحوثي يقول للسعودية: كل هؤلاء اليمنيين الذين تحشدوهم في الفنادق لن يفيدوكم. كلا الطرفين السعودية والحوثي هما المتسبب الرئيسي لما يجري في اليمن من حرب ودماء. عبد القادر يقول: الصواريخ التي قصفت السعودية اليوم في جدة وغيرها إيرانية، قرارات قصف السعودية إيرانية، الأيدي والأدمغة التي تسير المسيرات والصواريخ، وحتى الحوثيين أنفسهم إيرانية. عبد الملك الحوثي ما معه من الصواريخ إلا التهمة. يقول سلطان الطيار يقول: الحديث عن قصف الحوثيين لمنشآت حيوية حديث عن نتيجة ليست مفاجئة، وما يجب الحديث عنه هو معرفة الأسباب التي أدت إلى إطالة الحرب. ومن المحال أن يتوقف عدوان الحوثي قبل تصحيح المسار ووضع حد لحليفة مزقت اليمن إلى فصائل متناحرة وطردت الشرعية من عدن ليخلو الجو للحوثيين. عام 2004 قتل 3 جنود يمنيين وفق مصادر حكومية على أيدي أنصار منتدى الشباب المؤمن. كان يترأس هذا الأخير حسين بدر الدين الحوثي، شقيق عبد الملك بدر الدين الحوثي. مثلت تلك الحادثة بداية لست جولات من الحرب مع الحوثيين في صعدة. انتهت الأولى عندما وصلت القوات الحكومية إلى مخبأ قائد الجماعة في 10 من سبتمبر من العام نفسه. ثابت جواس كان الرجل الذي أطلق الرصاصة على حسين. يقول ثابت جواس عن الموضوع لصحيفة الوطن: نعم، كنت أول رجل يصل إلى الحوثي، وأنا كنت المسؤول الأول في مران لقيادة الجيش هناك، وكان يختفي في شعب وعر جدا، وتمكنت من قتل كثير من قادة التمرد الحوثي وكذلك قيادات ميدانية بالمواجهة أثناء المعارك. لم تكن تلك الرصاصة آخر ما أطلقه جواس ضد الحوثيين. بعد انقلاب الأخيرين على الدولة عام 2014 كان جواس من القادة العسكريين الذين وقفوا في وجه الجماعة، من بين ما شارك في تحريره قاعدة العند، أكبر قاعدة جوية عسكرية في اليمن. سيصبح فيما بعد قائدا لتلك القاعدة، وسيظل في منصبه حتى يوم اغتياله 23 من مارس 2022. وسنعم الجاهدين في جبهات القتال والمقاومة من أخواننا وأبنائنا الشرفة الشجعان، وعلى تطهير المحافظة لحج وعدن وأبين وكافة المحافظات اليمنية من أعداء الإنسانية وعادة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، وتثبيت الشرعية الدستورية بممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. يذكر جواس كثيرين بعلي ناصر القردعي، فبينما وضع الأول الرصاصة في رأس حسين كان الثاني قد سبقه ب56 سنة ووضع الرصاصة في جسد الإمام يحيى حميد الدين. لأن الثورة الدستورية لم تكتمل أعدم القردعي وعلق رأسه على باب اليمن، ولأن انقلاب الحوثيين لم ينتهي اغتيل جواس في مدينة عدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انفجار
المدينة الخضراء عند محطة اليمدى، والعالم الله إيش أسبابه، لأنها انفجار كبير، سيارة هل هي مفخخة أو هل هي كانت تحمل أسلحة أو أي شيء، العالم الله إيش سبب الانفجار هذا، لكن الحمد لله سلامات للآن، ما يبين أي إصابات. أعتقد الله سائر السيارة نفسها أو من كانوا في السيارة، انفجار كبير الحمد لله سلامات، نسأل الله السلامة لعدن وأهلها. بعد تقديمه واجب عزائم في عدن، مر جواز في طريقه عبر المدينة الخضراء. قالت مصادر إن سيارة مفخخة صغيرة الحجم اقتربت من موكبه وانفجرت، قتل ومعه نجله وابن شقيقته وأحد مرافقيه. هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها قادة عسكريون قاوموا الحوثيين في مدينة عدن. تكرار حوادث الاغتيالات يدفعك إن كنت تحسن الظن لطرح هذا السؤال: إلى أي مدى تمكن الحوثيون من اختراق العاصمة المؤقتة؟ فإن أسأت الظن وسوء الظن من الفطنة، فإلى أي حد تتخادم ميليشيا الجنوب والشمال تشييع ثابت جواس؟ دار من التشييع يا شباب، وإن الله ينتمي اللواء الركن ثابت مثنى جواس إلى منطقة حبيل جبر بمديرية ردفان في لحج. عمل في السلك العسكري منذ وقت مبكر وتدرج في عديد المناصب. يوم أمس الجمعة وبحضور شخصيات رسمية وعسكرية شيعه الآلاف في مسقط رأسه. قبل هذا، أثناءه وبعده، كان الناشطون يغردون. يقول محمد: ماذا يقول ما حصل اليوم في عدن؟ عار على الشرعية والتحالف وأحزمة عدن التي تتبع الانتقال. يعرفون أن جواس هو العدو الأول للحوثي، لأن هو من قتل الأب الروحي لهم الهالك حسين الحوثي، ومع ذلك تركوه فريسة سهلة. خالد سعد يقول: اغتيال البطل جواس يؤكد ويفضح التخادم والتعاون بين ميليشيا إيران وميليشيا الانتقال الوظيفية التي هي مستعدة للعمل حتى مع الشيطان. وقد سبق لقيادة ميليشيا الانتقالي أن صرحت علنية أنها مستعدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. نبيل البكيري يقول: ترجل القائد البطل اليمني الكبير الشهيد اللواء ثابت مثنى جواس بعد رحلة وطنية عظيمة مكللة بالفخر قضاها مدافعا سنديدا عن اليمن وجمهوريته ودولته. ترجل اليوم القردع الثاني الذي صوب رصاصته العظيمة لرأس أقذر دجال سلالي. يقول في تاريخ اليمن المعاصر حسين الحوثي. عهد ياسين تقول: سنوات من فقدان للكفاءات والشخصيات الوطنية في المؤسسة العسكرية، كل فقد لمثل هذه الشخصيات يصاحبه ضعف في أركان هذه المؤسسة والخوف من أن يصبح القتلى واللصوص والبلاطجة أركانها، أي أركان المؤسسة العسكرية. رغم قبضة الانتقالي الأمنية، لا يزال هناك من يقاوم العبث في سقطرة. يحاول الانتقالي المدعوم من الإمارات إنشاء موقع عسكري في منطقة تمحك. هذه منطقة استراتيجية تقع جنوب غرب الجزيرة. رفض أعيانها إنشاء الموقع وقالوا يؤثر ذلك على السلم. لا تكترث الميليشيا أصلا بمسألة السلم. أقامت قبل أيام عرضا عسكريا في الجزيرة، سبقه حملة تجنيد نفذتها بالطبع بعيدا عن سلطة الدولة. هذه هي المنطقة التي تريد الميليشيا أن تضع فيها موقعا أو أن تقيم فيها موقعا عسكريا، ورفض الأهالي ذلك. هي في الدائرة الحمراء الصغيرة تطل على القرن الأفريقي وكذلك على بحر العرب وخليج عدن.
يقول عاطف السقطري تزامنا مع العرض المسلح الذي حضره مندوب القطاع العسكري من أبو ظبي هزاع الكثيري، ميليشيا الانتقال تعتدي على مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية يعملون في ورش هندسية وتوجه بترحيلهم من الجزيرة، وهذا شيء آخر تقوم به الميليشيا هناك. عاصم يقول الإمارات تواصل عبثها في سقطرة تحت عدة أذرع للنيل منها ومن بيئتها، وتوسعة نفوذ الإمارات في سقطرة سيكلف بيئة سقطرة الكثير، خاصة في مسألة استحداث معسكرات واحدة تلو الأخرى في الأماكن الهامة، وهو ما قد يجعل سقطرة في موقف صعب خاصة تجاه المنظمات العالمية كاليونسكو وغيرها. الأربعاء الماضي 23 من مارس عثر مواطنون في منطقة وادي القاضي بمدينة تعز على الصحفي فواز الوافي مقتولا داخل سيارته وعليه آثار طعنات. قالت مصادر محلية إن مسلحين حاولوا إحراق السيارة بالجثة قبل أن يلحظهم السكان ويلوذوا بالفرار. من فعل هذا بفواز؟ قال مسؤول أمني في تعز كلفت إدارة الأمن لجنة للتحقيق في القضية وكشف الملابسات. هذا هو المسؤول في العلاقات العامة أسامة الشرعبي يقول يؤكد للجميع أن إدارة الشرطة وإدارة البحث الجنائي كلفت لجنة من أكفأ وأفضل الضباط للتحقيق بالقضية وكشف ملابساتها، وهي تعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، يقول من لحظة تلقي البلاغ. نقابة الصحفيين اليمنيين تقدمت بالعزاء لأسرة فواز والوسط الصحفي، طالبت بأن تجري العدالة مجراها. قالت النقابة على صفحتها بعد تعزيتها لأسرة فواز تدين النقابة هذه الجريمة مطالبة الجهات الأمنية في تعز سرعة التحقيق في الواقعة وكشف الملابسات وإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا الجزاء الرادعة. منى تقول يوم مؤلم في تعز، رحمة الله عليك يا فواز الوافي، كان شابا محبا لتعز ومحبا للخير، إلى متى هذا التوحش والكراهية والتحريض في تعز؟ تتساءل منى لقمان. وليد يقول عملية اغتيال الصحفيين الذي شهدتها عدن انتقلت إلى مدينة تعز ضمن مخطط لإسكات كل صوت حر يرفض المشاريع الضيقة. اغتيال الزميل الصحفي فواز في تعز مؤشر خطير على أن هناك مؤامرة جديدة تحاك ضد تعز. انهارت ظهر اليوم في مدينة عدن بناية سكنية كانت قد تضررت بعد تعرضها لقصف التحالف بحسب ناشطين عام 2015، تحولت فيما بعد رغم عدم صلاحيتها إلى سكن للنازحين. النازحون الآن تحت الأنقاض وعشرات الجرحى في المستشفيات. لقطات من مكان الحادثة. فين الحفا؟ فين الحفا؟ فينكم يا عيال؟ لا لا انا لا راجع بس بسم الله. يا لطيف ليش بلا ذات ليش ايش بسبب؟ يا لطيف القبال يا الله. نهاية هذه الحلقة من شير، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله.